المحاضرة السابعة: المركبات الأروماتية Aromatic Compounds. المركبات الأروماتية مركبات عضوية هيدروكربونية غير مشبعة تشترك بصفة في احتوائها على حلقة البنزين. من أمثلة المركبات الأروماتية الموجودة في النباتات البنزلدهايد الموجود في اللوز، مركب السينمالدهايد موجود في نبات القرفة، ومركب الفانيلين الموجود في الفانيلا. تركيب البنزين: البنزين هو المركب الأساسي في عائلة المركبات العضوية الأروماتية العطرية. يمتلك الصيغة الجزيئية C6H6، ويمتلك درجة غليان عالية، لكنه لا يدخل تفاعلات إضافة أو أكسدة واختزال كما تخضع لذلك في المركبات غير العضوية أو غير المشبعة كالألكين والألكاين والداينات. فمركب البنزين لا يستجيب للكشف مع ماء البروم الأحمر ولا مع محلول برمنجانات البوتاسيوم القاعدي، لكن يتفاعل مركب البنزين مع البروم بوجود عامل مساعد من بروميد الحديديك مكون ناتج واحد من برومو بنزين ذي الصيغة الجزيئية C6H5Br. وهذا دليل على أن ذرات الهيدروجين الستة متكافئة، ولهذا يكون ناتج واحد للتفاعل، أي أن لا يخضع للتفاعل بأنه تتعوض ذرات البروم على كربونات متجاورة، ولكن يحصل تعويض لبروم واحد فقط. العامل المساعد بروميد الحديديك هو عامل مساعد من نوع هامونت لويس. اكتشف العالم كيكولي أن البنزين عبارة عن حلقة سداسية من ذرات الكربون، ترتبط كل ذرة بذرة هيدروجين واحدة، ولكي تستكمل ذرات الكربون الارتباطات التساهمية الأربعة يجب عليها أن تكون أواصر مزدوجة، وهذا يعني وجود ثلاثة أواصر مزدوجة في تركيب حلقة البنزين. وهنا كيكولي اقترح وجود تركيبين في حالة توازن لحلقة البنزين لا يمكن فصلهما عن بعض، الشكلين متشابهين ولكن الاختلاف هو فقط في مواقع الأواصر المزدوجة. هذه الحالة تدعى بالانتقال الأواصر المزدوجة إلى مكان آخر لمكان أواصر منفردة، وهكذا يدعى بحالة الرنين الرزونانس. إن الأواصر المزدوجة غير متمركزة داخل الحلقة، إنما هي في حالة تبادل مستمر مع الرابطة المفردة أو مع الأواصر المفردة نتيجة الرنين. هذا الرنين سيؤدي إلى حصول حالة ثبات استقرار عالية للحلقة، وبالتالي مقاومتها للتفاعلات المذكورة كتفاعلات الإضافة لـ HBr أو Br2 وهكذا، وإضافة الماء. إن ظاهرة الرنين بيّنت أن تركيبي البنزين المذكورين في الشكل هما ليس في حالة اتزان، إنما هما هجينين لتركيبين من تركيب لويس. لذلك بما أن الأواصر المزدوجة هي ليست ملك لذرة معينة، وبالتالي فإنها تنتقل إلى بقية الذرات، لذلك ستمثل بخطوط متقطعة داخل الحلقة السداسية، وبالتالي أن الخطوط المتقطعة الدائرية هي تركيب كيكولي لوصف حلقة البنزين في المركبات العضوية. التهجين وشكل الأوربيتالات في حلقة البنزين: إن حلقة البنزين إن ذرات الكربون في حلقة البنزين
تكون ذات تهجين SP2. كل الذرات تكون ذات تهجين SP2، أي أن كل ذرة كربون تملك ثلاثة أوربيلة، ثلاث مهجنة، أوربيتال من نوع S وأوربيتالين من نوع P. هنا هذه الأوربيتالات ستسمح للشكل للكربونات البنزين الستة أن تأخذ شكلا مستويا، وبذلك ستمتلك الشكل الأكثر استقرار وهو على شكل حلقة سداسية. الذرات الستة بامتلاكها لأوربيتالات P تكون متواجدة بزوايا عمودية كما موضح على مستوى النواة فوق كل ذرة من ذرات الكربون الستة، وذلك يؤدي إلى تكوين غيمة إلكترونية فوق وتحت مستوى الحلقة، هي عبارة عن إلكترونات باي اللاموقعية. هنا تأثر الغيمة الإلكترونية ذات الشحنة سالبة على نوع الكاشف الذي سيهاجم حلقة البنزين. ما يدعم هذه الفكرة هو أطوال الأواصر المتساوية بين ذرات الكربون، وأيضا تساوي أطوال الأواصر CH التي مقدارها 1.8% أنجستروم. الأرواتية ليست محصورة فقط للبنزين، وإنما هناك مركبات وأنظمة حلقية أخرى تخضع لهذه الأروماتية، لهذه الخاصية، حيث نعرف أن هناك أنظمة أروماتية ليست على حلقة البنزين، فهناك أيونات حلقية ومركبات حلقية متجانسة. ومن شروط الأروماتية هناك أربعة شروط أساسية تتحقق في المركب ليكون مركب أروماتي. أولا أن تكون الجزيئة حلقية، وأن يكون الشكل شكلا مستويا، وأن يحتوي المركب على تعاقب مكتمل، وأن يحتوي على عدد من الإلكترونات باي، حيث أن كل آثرة باي هي عبارة عن إلكترونين. تكون قيمة N في قاعدة هوجل تساوي عدد صحيح. قاعدة هوجل سيتم التطرق لها في هذه المحاضرة. لو نأخذ أول شرط وهو أن تكون الجزيئة على شكل حلقة، يجب أن يكون كل أوربيتال من أوربيتالات P لكل ذرة مع متداخل مع أوربيتال P للذرات المكونة الحلقة. في حلقة البنزين أوربيتالات P لجميع ذرات الكربون الستة متداخلة، لهذا تكون حلقة البنزين أورماتية. لو نأخذ مركب غير حلقي كمركب 1-3-5-hexatriene تمتلك 6 ذرات كربون، ذرات يعني هنا أوربيتالات من نوع باي، لكن 2 من أوربيتالات باي موجودة في ذرتي الكربون الطرفية، تكون غير متداخلة مع الأوربيتالات الأربعة الأخرى لذرات الكربون، وبالتالي أن المركب هنا غير حلقي، وهنا فقدت أحد شروط تكوين الأروماتية. الشرط الثاني، يجب أن تكون الجزيئة مستوية الشكل، يعني أنها تسمح للتشابك الحلقي للأوربيتالات كالذي توفره حلقة البنزين. المركب كمثال المركب سايكلو أوكتا تتراين، نلاحظ أن الجزيء يمتلك تركيب حلقي تعاقب الأثر المزدوجة، أي أن الزاوية بين C مقدارها 135 درجة، مما يؤدي إلى جهاد كبير. هذه الحلقة ثمانية على ذرات الكربون يكون تهجينها SP2، أي أن الزاوية 120 درجة. ولكي يتم التخفيف عن هذا الإجهاد يحدث انبعاج للحلقة، هذا الانبعاج يكون على حساب حدوث التداخل بين أوربيتالات P بشكل تام، وبالتالي فإن هذا المركب لا يعتبر أوماتي بالرغم من احتواء العواصر المتبادلة، لكن غير أوماتي لأنه لا يملك الشكل المستوي بسبب هذا الانبعاج في الحلقة، بسبب سبب الانبعاج كما تم ذكره هو الإجهاد. نلاحظ الفرق بين شكل السايكلو أوكتا تتراين والمركب الآخر
اللي تم ذكره أن أوربيتالات بي لا تتداخل نتيجة الانبعاج. هذا المركب يدخل تفاعلات إضافة كما في الألكينات ويعطي كشف موجب مع البروم، أي أن هذا دليل آخر مع الانبعاج على أن المركب لا يمتلك أروماتية. الصفة الأخرى أو الشرط الآخر، يجب أن تمتلك الجزيئة تعاقبا. المركبات الأروماتية يجب أن تمتلك أواصر مزدوجة بإمكانها القدرة على التنقل من مكان إلى آخر، وهذا يزيد من استقرار المركب. فالبنزين مركب أروماتي يمتلك أوربيتال P على كل ذرة كربون. السايكلو هيكسا 1-3 داين والسايكلو هيبتا 1-3-5 تراين هنا لا تمتلك أوربيتال P، لا تمتلك أوربيتال P بالنسبة للذرات الغير مرتبطة بعناصر مزدوجة، وبالتالي هنا نلاحظ المركبان غير أروماتيان، والسبب الرئيسي هنا هو عدم وجود التعاقب. لا تمتلك أوربيتال P يسمح بتنقل العناصر المزدوجة المقصود في الكلام. الجزيئة يجب أن تنطبق عليها قاعدة هوجل. قاعدة هوجل هي 4N plus 2 equal number of by electrons. يكون المركب أروماتي عندما تنطبق عليه القواعد الثلاثة السابقة وتنطبق عليه قاعدة هوجل، بكون تنطبق عليه قاعدة هوجل عندما يكون N عدد صحيح، كأن يأخذ الصفر أو واحد أو الاثنين أو ثلاثة وهكذا. عندما يكون العدد كسر لا يعتبر المركب أروماتي حتى وإن طبقت عليه الشروط الثلاثة الأول السابقة. الأروماتية في نظام الحلقات الثلاثية: واحد، البروبين الحلقي. البروبين الحلقي عبارة عن حلقة ثلاثية ذات شكل مستوي لا تمتلك الكترونات غير موقعية منتشر على ذرات الكربون المكونة الحلقة كما في البنزين. إحدى ذرات الكربون ثلاثة الحلقة تمتلك تهجين sp3، فأوربيتالات p لذرات الحلقة لا تتداخل بحيث تكون غيمة على مستوى الحلقة، على الرغم من أنها تمتلك الكترونين غير موقعيين. لذلك ستكون حلقة البروبين حلقة غير أروماتية لأنها لا يتوفر بها شرط لا موقعية 3-3 دايميثيل سايكلو بروب 1-ين لا يمتلك أروماتية. أما الأيون الموجب للبروبين الحلقي، يمكن تحضير الكاتيون الموجب لحلقة البروبين من سحب الهيدروجين من ذرة الكربون ذات التهجين sp3 في حلقة البروبين وعلى شكل هيدرايد. لو تم تطبيق قواعد الأروماتية نجد أن الحلقة تمتلك شكل حلقي مستوي. جميع الذرات المكونة الحلقة ذات تهجين sp2 أوربيتالات p تكون غير موقعية، لذلك ستنشأ حالة رنين ويكون الكاتيون للبروبين الحلقي مركبا أروماتي. كيف سنطبق قاعدة هوجل؟ 4N زائد 2 تساوي عدد الكترونات باي. هنا نجد أن عدد الكترونات باي في أيون السايكلو بروبينيوم تساوي 2، لذلك قيمة ستساوي 0 قيمة N، وبالتالي تنطبق جميع الشروط، وهذا دليل على أن المركب أروماتي. أما أيون البروبين الحلقي السالب الأنيون، تتكون هذه الحلقة من سحب الهيدروجين من حلقة البروبين. يتم السحب من ذرة الكربون ذات التهجين sp3، ولكن السحب ليس على شكل هيدرايد، ليس على شكل هيدريد، وإنما على شكل بروتون موجب H plus H. هنا أنيون حلقة البروبين لنلاحظ بماذا تتصف. أولا مركب حلقي مستوي، شرط الأول متوفر. الثاني جميع ذرات الكربون تمتلك تهجين sp2 تحدث فيه الملا موقعية نتيجة الرنين، إذا الشرط الثاني موجود.
لا تنطبق عليه قاعدة توجل حيث أن عدد الإلكترونات باي تكون 4، لأن السالب هنا سيعتبر إلكترونين بالنسبة لي من ضمن الإلكترونات باي، ذلك قيمة N ستساوي عدد كسر، ذلك سيكون المركب غير أرواتي. في نظام الحلقات الرباعية كحلقة البيوتاداين سايكلو بيوتاداين نطبق عليها الصفات الأروماتية، نجدها كما يلي: للسايكلو بيوتا 1-3 داين جزء حلقي جزء مستوي تحتوي على التعاقب واللاموقعية، لا تنطبق عليها قاعدة هوجل لأن 4N plus 2 equal 4 N equal 2 or 4، لذلك N كسر فيكون مركب غير أروماتي. في نظام الحلقات الخماسية حلقة البنتاداين سايكلو بنتاداين، صفات حلقة البنتاداين هنا السايكلو بنتا 1-3 داين، نلاحظ أن هذا المركب جزء حلقي مستوي ولكن لا يوجد تعاقب بسبب وجود ذرة الكربون sp3، حيث تكون ذرات الكربون 5 ذات تهجين sp3، ذلك ولا تنطبق عليها قاعدة هوجل كونها تمتلك 4 الكترونات باي، فيكون N يساوي 2/4. تكون حلقة البنتاداين مركب غير أروماتي. حلقة البنتاداين كما في حلقة البروباين يمكن أن تكون فيها نوعين من الأيونات نتيجة سحب الهيدروجين من ذرة كربون ذات التهجين sp3 وتتحول ذرة الكربون تهجين sp2. في حالة أنيون حلقة البنتاداين، هذا الأيون يتكون نتيجة سحب الهيدروجين من حلقة البنتاداين على شكل بروتون، فتتكون ذرة كربون sp2 كما موضح، تمتلك هنا شحنة سالبة عبارة عن إلكترون، والإلكترون الأول للأصغر للهيدروجين المغادر. هنا الأنيون ستحسب الأصغر المزدوجة إلكترونين باي، وبالتالي سيكون عدد إلكترونات باي 6. صفات الأنيون المتكون تكون كالآتي: حلقي مستوي يحتوي على نظام تعاقب نتيجة التهجين sp2، يمتلك الأنيون لا موقعية نتيجة الرنين، تنطبق عليه قاعدة هوجل كونه يمتلك 6 إلكترونات، فتكون N تساوي 1، فإذا يحتوي على التعاقب فهو مركب أروماتي. هذا بالنسبة للأنيون. للحلقة الخماسية للبنتاداين، أما كتيون حلقة البنتاداين هنا نلاحظ إذا ما تم سحب الهيدروجين من ذرة الكربون التي تمتلك تهجين sp3 والسحب هنا يتم على شكل هيدريد، فإن المتكون سيكون كربونيوم موجب. هنا ستمتلك الجزيئة سيمتلك الأيون 4 إلكترونات باي، فبالتالي هنا تكون صفات الكتيون المتكون كما يلي: حلقي مستوي يحتوي على نظام متعاقب نتيجة تهجين جميع ذرات الكربون sp2، ويمتلك الأنيون لا موقعية نتيجة الرنين، إذن هذه الشروط تدل على الأروماتية إذا ما كانت قاعدة هوجل تنطبق أيضا، لكن قاعدة هوجل لا تنطبق لكون عدد الكترونات باي 4، فيكون 4N plus 2 equal 4 ويكون N equal 2 over 4، لذلك كسر هنا حيكون عندي فيكون المركب غير أروماتي. إذن كتيون الحلقة البنتاداين هو أيون غير أروماتي. الحلقات السداسية تم التطرق إليها في مركبات الأروماتية. لنأخذ نظام الحلقات السباعية، إذا ما كانت الحلقة السباعية تحتوي على 3 أواصر وكان في تركيب الحلقة كربون تحتوي على تهجين sp3، فإن المركب سيمتلك 6 إلكترونات باي، وبالتالي الشرط الأول سيتحقق حلقي والثاني مستوي، هنا لا يمتلك التعاقب
لا يمتلك التعاقب. وإذا ما تم تطبيق قاعدة هوجل فقاعدة هوجل ستنطبق، ولكن التعاقب غير موجود وبالتالي هو غير مستمر. تحقق فيه 3 شروط، ولكن الشرط الرابع يعني هو هنا لا يمتلك التعاقب، الشرط الثالث هنا لا ينطبق عليه فيكون غير أرماتي. أما الأنيون بحلقة الهبتا ترين ترانايل أنيون، إذا ما تم سحب الهيدروجين على شكل بروتون سيتكون أيون سالب بتهجين SP2 لمركب سايكلو هبتا 135 ترين، سيتحول إلى مركب سايكلو هبتا ترينايل أنيون. صفات الأنيون: حلقي مستوي يمتلك لا موقعية، وجميع ذرات الكربون هنا السبعة أصبحت جميع ذرات الكربون أصبحت ذات تهجين SP2. إذا 3 شروط متوفرة، لكن الشرط الرابع لا ينطبق عليه قاعدة هوجل كونه يمتلك 8 إلكترونات من نوع باي، فتكون 4N plus 2 equal 8، سيكون هنا N تساوي هنا 8 ماينس 2 6، فيكون عندي 6 على 2 N تساوي 6 على 2، وبالتالي المركب غير أرماتي. كتيون حلقة الهبتا تراين، لو أخذنا حلقة الهبتا تراين على شكل كتيون أيون موجب، فإن في هذه الحالة ستمتلك جميع الذرات تهجين من نوع SP2، والحلقية شرط الحلقية متوفر، شرط الاستواء متوفر، اللاموقعية متوفرة، جميع ذرات الكربون السبعة أصبحت ذات تهجين SP2، فتمتلك حرية التحرك أي اللاموقعية والأواصر. الشرط الرابع تنطبق عليه قاعدة هوجل كونه يمتلك 6 إلكترونات، فيكون N يساوي 1 عدد صحيح وبالتالي أرماتي. الأروماتية في النظام متعدد الحلقات: تم تطبيق قاعدة هوجل للمركبات التي تحتوي على حلقة واحدة، ولكن هناك مركبات تحتوي على أكثر من حلقة ملتحمة. هل تمتلك هذه المركبات خاصية الأروماتية؟ فهناك العديد من المركبات الأروماتية التي تتكون من التحام حلقات البنزين مع بعض، وتكون نظام حلقي ملتحم تتعاقب فيه الأصهر الأحادية والأصهر المزدوجة، وتكون فيها ذرات الكربون ذات تهجين SP2 وإلكترونات باي تكون غير موقعية على جميع ذرات الكربون. كمثال على هذه المركبات: مركبات الإنثراسين، مركبات الفينالثرين، مركبات الفينالثرين نفس المركب الثاني هو نفسه، ومركب البايرين، ومركب تراي فينالين. جميع هذه المركبات لما تم حساب قاعدة هوجل نلاحظ أن N هو عدد صحيح، وبالتالي تكون مركبات أروماتية. مركب الأوزولين يتكون من التحام حلقة سباعية مع حلقة خماسية، وهو مركب أروماتي يخضع لتفاعلات الاستبدال. جميع الذرات تكون ذات تهجين SP2 مستوية، واللاموقعية موجودة، وإذا ما تم حساب لما تم تطبيق قاعدة هوجل فإن 4N زائد 2 يساوي 10، أي أن 4N تساوي 10 ناقص 2 4N تساوي 8، N تساوي 8 على 2 4، وبالتالي N تساوي 2، إذن عدد صحيح وبالتالي المركب أورماتي. شكله كما ذكر حلقة مستوية يحتوي على 10 إلكترونات، تنطبق عليه قاعدة هوجل. هناك مشتقات عديدة للأزولين تسمى الأزولينات، حيث تحوي على هيكل الأزولين في بنيتها. من هذه المركبات كل من كامازولين وجيازولين، ومن ضمن هذه المشتقات أيضا مركب البيتافازولين
وهو مركب له بنية الأزولين، حيث يحوي على مجموعتين مثل مستبدلتين في الموقع 4 و 8 بالإضافة إلى مجموعة الأيزو بروبيل في الموقع 2، ومن هنا جاءت التسمية النظامية 4-8-dimethyl-2-isopropylazolin. الأروماتية والمركبات الحلقية غير المتجانسة. هناك مركبات حلقية غير متجانسة تحتوي على ذرة متغايرة من ذرة الكربون كالكبريت والأكسجين والنيتروجين، تدعى بالهيترو سايكليك كومباوندز، منها البايرول، منها الفيوران والثايوفين والبيريدين. تتميز هذه الجزيئات أن جميع ذراتها تمتلك تهجين sp2 ولها شكل مستوي تتعاقب فيه الكترونات باي الستة، وتنطبق على هذه المركبات قاعدة هوغل. في الحالة الحلقات الخماسية الغير متجانسة تمتلك مزدوج الكتروني غير مشترك في اوربيتالات P، يدخل في حالة الرنين داخل الحلقة، ويتواجد هذا الالكترون غير مشترك على ذرات الاكسجين نيتروجين كبريت المزدوج الكتروني. لكن في حالة حلقة البريدين تحتوي على مزدوج الكتروني على ذرة النيتروجين، لكن لا يدخل هذا المزدوج في حالة رنين مع الكترونات باي لكونه موجود خارج الحلقة. لو اشترك في حالة الرنين مع الأواصر الثلاثة المتبقية، المزوجات الثلاثة المتبقية، لا أصبح المركب غير أروماتي لأنه لا تنطبق عليه قاعدة هوغل، ولكن هذا المزوج لا يدخل ضمن الرنين داخل الحلقة، وبالتالي فإنه المركب فعلياً يمتلك ثلاثة أواصر مزدوجة أو ستة الكترونات باي لا موقعية، وتنطبق عليها قاعدة هوغل، وبالتالي يكون البريدين مركب أروماتي. تسمية مشتقات البنزين. هناك العديد من المركبات العضوية التي تحتوي على حلقة البنزين وتحتوي على معوض واحد أو أكثر. يجب أن نتعرف على تسمية هذه المركبات. هناك أسماء شائعة مركبات، وهناك أسماء تتبع نظام تسمية الأوباك. هناك نظامان لتسمية مشتقات البنزين كالآتي. نأخذ البنزين أحادي الاستبدال، نسمي المستبدل ثم نتبعه بكلمة بنزين، أي أن البنزين سيأخذ الاسم الأساسي للمركب. مثال ذلك الأثيل بنزين وتيرتشيربيوتايل بنزين والبرومو بنزين، جميع المعوضات تذكر في البداية ثم المقطع بنزين للهيكل الأساسي. هناك مركبات بنزين أحادي الاستبدال لها أسماء شائعة وتجارية يجب أن نتعلمها للأهمية، وهنا تتخذ المجموعة البديلة وحلقة البنزين أساسا للاسم. مثال ذلك التلوين، عندما تتعوض مجموعة مثل على حلقة البنزين، عندما تتعوض مجموعة NH2 يدعى المركب بالأنيلين، عندما تتعوض مجموعة OH يدعى المركب بالفينول، عندما تعوض مجموعة سيانايد فالمركب يدعى بالبنزونيترايل، عندما تعوض COOH بنزويك أسيد، C double bond OH بنزالديهايد، C double bond O CH3 أسيتوفينون، C double bond O NH2 بنزاميد. أسيتوفينون C double bond كما ذكر أن المركب مكرر، البنزويل كلورايد عندما يتعوض الملح الحامض الكربوكسيلي ل C double bond O Cl مصدره C double bond OH.
البنزو فينون عندما يتعوض ال C double bond O C 6 H 5 و بنزينو سلفونايل كلورايد عندما SO2 Cl. هناك مركبات من حلقات البنزين الملتحمة لها أسماء شائعة تم ذكرها في مثال سابق. لو تم التعويض على أحد مواقعها في المركب الأول 1 نفثالين نول، الثاني 2 نفثالينول الموقع رقم 2 مجموعة الهيدروكسيل. البنزين ثنائي الاستبدال، فعندما يستبدل بمجموعتين فإنه سيأخذ ثلاثة أشكال محتملة. الاستبدال الأول من نوع 1-2 وكما في لاحظ في المثال، فنستخدم البادئة أورثو للدلالة على موقع الاستبدال الثاني أورثو. عندما يكون موقع الاستبدال الأول والثالث فهنا يكون البادئة ميتا، الثالث نستخدم البادئة بارا. عند وجود مجموعتان مستبدلتان على حلقة البنزين نستخدم الترقيم بحيث تأخذ ذرة الكربون المرتبطة بالمجموعة التي لها أسبقية التسمية رقم واحد، ويكون اتجاه الترقيم التالي لأقرب مجموعة مستبدلة، أو نستخدم المقاطع السابقة لتدل على موقع المجموعتان. فلو أخذنا المركب الأول 1-3 دايمثل بنزين يمكن تسميته بالميتازايلين، 1-2 دايمثل بنزين يمكن تسميته بالأورثا الأورثوزايلين، و 1-4 دايمثل بنزين يمكن أن نطلق عليه التسمية بارازايلين. إذا كانت مجموعتان مستبدلتان مختلفتان على حلقة البنزين فتأخذ المجموعة ذات الأسبقية في الترتيب الأبجدي. مثال ذلك، لو تم تعويض الفلور والنيترو على نفس الحلقة فهنا يأخذ الفلور، يعني هنا الكون الفلور هو صاحب التعويض بالنسبة للنيترو فيكون ميتا فلورو نيترو بنزين، لأن الأف تسبق الآن في الحروف الأبجدية. البروم والكلور، البي يسبق السي بالحروف الأبجدية، فلو تم تعويض البروم والكلور يتم ذكر البروم كمعوض أولي، فالبروم على الموقع هنا أورثو بالنسبة للكلور، الموقع الثاني يدعى أورثو، أورثو بروم وكلورو بنزين. عند وجود مجموعة تكون مع البنزين اسم شائع تتخذ الاسم الشائع قاعدة لتسمية، نحن نتخذ الاسم الشائع كقاعدة لتسمية المركب. فعبارة برومو تلوين، هنا التلوين هو المركب الأساس، وإذا ما تم تعويض أحد المعوضات مثل كالبروم، وهنا المثل البروم بالأبجدية يسبق البي يسبق الأم بالمثل، ولكن التسمية الشائعة موجود مركب تسمية شائعة التلوين، فيكون البروم هو المعوض فيكون بارا برومو تلوين. أما المركب الثاني فهو أما نقول بارا برومو أنيلين أو نقول فور برومو أنيلين، ومركب الأخير هو أربع برومو فينول أو بارا برومو فينول. عند وجود أكثر من مجموعة مستبدلة على حلقة البنزين هنا نستخدم الأرقام لأكثر من مجموعة لتحديد الموقع المجاميع، وتأخذ المجموعة المستبدلة أقل ترقيم ممكن بالنسبة للمجموعة الأصل، ويكون الترتيب حسب الأبجدية الإنجليزية. إذا كان مستبدل مع جزيئة يمثل باسم شائع ونسمي على أساس المركب مشتق لاسم الشائع، إذا كان مركب الأساس ك المركب الأول هنا يكون واحد برومو 1 برومو 3 أثل 4 مثل 2 نيترو بنزين، في المركب الآخر 2 كلورو 4 مثل فينول، المركب الأخير هنا يكون مهما كان إنها نستخدم 4 مثل
2 ميثيل 1 بروبايل بنزين. عند اتصال البنزين بسلسلة هيدروكربون طويلة، فإن حلقة البنزين تسمى كمجموعة مستبدلة يطلق عليها اسم الفينول ويختصر ب pH، يرمز لها ب 6H5، بينما كلمة بنزايل يطلق على المجموعة C6H5CH2. فلو تم تعويض البرون على CH2 المرتبطة بال C6H5 هنا يدعى بالبنزايل بروميد. المركب الآخر هو اتصال أسرة مزدوجة فيكون 2-phenyl propene. المركب البنزايل كلورايد عند تعويض الكلور عند تعويض ثلاث مجاميع فهنا يدعى بالبساي كيومين اللي هو أصلا مركب 1-2-4 تراي مثل البنزين. الخواص الفيزيائية: البنزين عديم اللون، سائل يغلي بدرجة حرارة 80 درجة مئوية. لا يمتزج البنزين مع الماء ولكن يمتزج مع المذيبات العضوية مثل الإيثر. بسبب المحتوى الكربوني العالي للبنزين فإنه يحترق بلهب داخل بسبب وجود الكربون بكميات كبيرة. هو مذيب جيد لكثير من المركبات العضوية، لذلك يستخدم البنزين في إزالة الدهون. مثال التلوين: عندما تعوض مجموعة المثل على البنزين يدعى بالتلوين. هو مركب عضوي غير ملون موجود بشكل سائل، يغلي بدرجة حرارة 110 درجة سيليزية، لا يمتزج مع الماء ولكن يمتزج مع المذيبات العضوية، يستخدم كمذيب في كثير من الصناعات. مركب آخر الستايرين، هو مركب عضوي أروماتي يحتوي على مجموعة مستبدلة، مجموعة ألكينية هي CH double bond CH2 على حلقة البنزين. تصل درجة حرارة الغليان للستايرين إلى 146، هو مركب مهم جدا في تحضير العديد من المركبات منها البولي فينايل الكلورايد. خواص الفيزياء لبعض مركبات الهيدروكربونات الأروماتية: نلاحظ أن البنزين في درجة الغليان 80، التلوين في درجة الغليان 110. درجة انصهار البنزين هي 5.5 درجة سيليزية، بينما التلوين هنا يمتلك درجة انصهار -95. وهكذا بالنسبة لبقية المركبات، إذا ما قورنت الأورثوزايلين بالبارازايلين مع الميتازايلين نلاحظ في درجات الغليان أن الأورثو 114 درجة، والبارازايلين 138 درجة، والميتازايلين 139 درجة. لماذا يكون الأورثوزايلين أقل درجة انصهار، مع العلم أن جميع المركبات المذكورة الثلاثة هي تنتوي على مجموعتين مثل؟ لأن الأورثوزايلين هنا يكون المجموعة المثل الثاني معوضة على الكربون 2 ويكون المركب معاق، وبالتالي تكون درجة الغليان أقل من البارازايلين والميتازايلين. الميتازايلين هنا تكون المركب أريحية بالنسبة لي، فيكون المركب الميتازايلين مقارب بشكل كبير للبارازايلين بالنسبة لدرجات الغليان. تحضير البنزين: البنزين من المركبات التي تنتج من التجزئة النفطية أو التقطير الإتلافي للفحم الحجري، وهناك طرق كيميائية عديدة لتحضيره. طبعا هنا من أولا أن نلاحظ الصوديوم لحامض البنزويك. يحضر البنزين من تسخين ملح الصوديوم لحامض البنزويك بوجود الصودا لايم. الصودا لايم هي عبارة عن هيدروكسيد الصوديوم مع أكسيد الكالسيوم. كما موضح في التفاعل نحصل على البنزين من صوديوم بنزويت بوجود الصودا لايم. 2 من ملح الدايزونيوم، يحضر البنزين من اختزال أملاح الدايزونيوم للبنزين بوجود حامض الهايبوفوسفوريز H3PO2.
بنزين دايازونيوم سولد بوجود H3PO2 ينتج البنزين. من الفينول بالإمكان تحضير بنزين من الفينول بوجود فلز الزنك، وهنا يكون الزنك على شكل غبار يعني على شكل باودر، ونستخدم تحضير البنزين. أربعة من رابعا من حامض سلفونيك بنزين. بنزين عند تسخين حامض في وسط حامضي، تسخين هذا الحامض في وسط حامضي ينتج البنزين، وهنا نستخدم درجات حرارة تسخين في تحضير البنزين من الحامض السلفونيك بنزين أو بنزين سلفونيك أسيد. خامسا من كاشف جرينيارد، التحلل المائي لكاشف جرينيارد يؤدي إلى تكوين البنزين. الكاشف هو كاشف فينيل مغنيسيوم بروميد بوجود الإيثر الجاف، نحصل على الفينيل MgBr، بوجود الماء نحصل على البنزين.